كاين واحد الميساج اللي كيجيني بريفي واللي تيقول راني بديت واحد العاده واستمريت فيها واحد المده طويله، بمعنى اخر مثلا بديت كنتريني في لاصال ولا بديت كندير واحد ساعه ديال لونغلي كل نهار، ولكن دازت واحد 30 يوم ولا 40 يوم وجا واحد الحدث وهذاك الحدث خلاني على انني نحبس هذيك العاده، ومن اللي بغيت نرجع نبدا ندير هذيك العاده لاحظت بلي انه جاتني صعيب باش نكمل فيها، صافي وحبست مره. وهذه القضيه طرات ليا بزاف ديال المرات لدرجه كنقول بانه راه فيه واحد المشكل ديال انني تنبدا وتنحبس وما عمري ماشي نهار غادي نبدا واحد الحاجه وغادي نستمر فيها. اللي بغيت نقول لك هو خاصك تسول راسك شنو هو السبب وشنو هو العائق اللي خلاك على انك استمريتي في العاده حتى لواحد الحدث اللي طرا، وشنو هو هذاك الحدث وكيفاش تسيرمونتي هذاك الحدث باش ما يطراش لك مره اخرى. مي غالبيه اللي اكتشفت انا هو انه كاينين ثلاثه ديال العوائق اللي غادي يجيوك في الطريق واللي غادي يخليوك على انك واخا تكون استمريتي في واحد العاده واحد المده طويله تقدر ديك الساعه تقطعها. الوغ شنو هما ثلاثه العوائق؟ اول عائق وهو عائق ديال المقاومه ديال لا ريزيستانس. دونك الدماغ ديالنا نورمالمون كيكون مولف على واحد الريتم، مولف على انه كيدير واحد لي زابيتود، مولف على واحد الحاجه تيديرها كل نهار. فانت فاش كتجي كتقول لي راه غندير واحد الحاجه جديده هو ما تدخلش ليه الدماغ ديالو، حيت كطلب منه واحد ليفور كبير، خصو واحد ليفور واحد الطاقه كبيره باش يدير هذيك لافيتود الجديده. دونك الدماغ اش كيدير؟ كيحاول ما امكن يتهرب من هذاك ليفور. علاش؟ حيت هو كيبغي اوبتيميزي الطاقه ديالو، حيت غادي تستنفد ليه واحد الطاقه اللي كثيره، دونك غادي يقاومك غادي يريزيستي ليك. ابار الدماغ كاين حتى لونفيرونمون ديالك، المحيط ديالك حتى هو غادي يحاول ما امكن يريزيستيك فاش تبدا واحد العاده جديده. خذ غير اكزومبل، الا بديتي كترين تلاحظ باللي صحابك القدام اللي كانوا كيقولوا لك يلا نخرجوا للقهوه غيبقاو كيجروك ويحاولوا ما امكن انهم يخليوكش تمشي لاصال وتخرج معاهم. صحابك اللي كتهضر معاهم مثلا في السوشيال ميديا وفي ديك الوقيته غتمشي تبريباري فيها يقول لك واجي تهضر معنا واجي تشوف كذا، يحاول ما امكن يخليوك لو ماكسيموم باش انك ما ديرش هذيك لابيتود جديده. دونك ضروري ما السيستم المره الاولى غادي ريزيستي ليك، ضروري ما غيقاومك. وهذه المقاومه كدوم واحد لا دوري اللي نقدروا نقدروها تقريبا في واحد 21 يوم ولا 30 يوم الاولى اللي غادي تكون فريمون صعيبه في المقاومه ديالها. ابخي المقاومه غتنزل شويه، ماشي ما غتبقاش ولكن غتنزل، ولكن هاد الايام الاولى غادي تكون واحد المقاومه اللي اكستريم اللي طالعه. وشنو هو الحل اخويا يوسف؟ الحل هو انك تبقى حاضي مع لابيتود حتى تدوز هاد البيريود هادي، ما كاينش شي حل اخر. خاصك تكون ديسيبليني في هاد الايام الاولى ديال لانستالاسيون ديال لابيتود، والمهم في هادشي كامل هو انك تكون كتاخذ الريورد والمكافاه من مورا ما دير لابيتود. دابا ندوزو للعائق الثاني. دونك بالنسبه للعائق الثاني شنو هو؟ هو انه كيكون واحد بدا واحد لابيتود بدا خدام عليها دوز واحد البيريود طويله، ولكن كيجي واحد الفترات اللي الاحاسيس يقدروا ياخذوا الكونترول لهاد السيد هذا. احاسيس كيبداو يطرحوا عليه مجموعه ديال الاسئله، كيبداو يطرحوا عليه مجموعه ديال الافكار، بحال اش هاد الافكار الاسئله بحال واش انت متاكد بانك غادي تنجح، واش غادي نوصل لوبجيكتيف ديالي، واش هاد الشيء هو اللي مديور انا على قبله، واش هاد الشيء نيت صحيح ولا ما صحيحش. دونك هاد الاسئله وهاد الافكار المشوشه الواحد الا ما عرفش كيفاش يتعامل معاه فغادي يبقى فيها وغيبقى يفكر فيها، وملي غيبقى يفكر فيها بزاف غادي يدفعوا على انه يحبس لابيتود حيت كيقول بلي راه محال واش هادشي خدام. دونك شنو خصنا نديرو في هاد الحاله؟ خصنا نكونوا جاوبنا على هاد الاسئله قبل ما نجي هاد الوقيته هادي. يعني وثالث عائق واللي كيسولوا عليه بزاف ديال الناس وهو لي زامبريفي. فاش كتجيني شي حاجه على غفله، فاش كتجيني واحد السفريه، فاش شي واحد في العائله مثلا انت مريض خصني نمشي عندو للكلينيك، خصني نبات عندو، ولا شي واحد في العائله توفى، ولا شي عراسيه، ولا اي امبريفي جا، كيفاش نقدر نتعامل معاه؟ اول حاجه لي زامبريفي كاينين دي زامبريفي لي كونترولابل، بحال مثلا عارف راسي الا مشيت عند واحد الدري صاحبي راه ما غنديرش هذيك العاده، دونك ما كاينش باش نمشي عند الدري صاحبي، في الاول نبقى في الدار. عارف راسي الا طرا كذا راه غنمشي ما غاديش ندير هذيك العاده، دونك كنيفيتيه باش ما كان. هادو لي زامبريفي لي كونترولابل، يعني نقدر نكونتروليهم. وكاين لي زامبريفي بحال هادوك اللي هضرت عليهم قبيله، هادو فورس ماجور، دونك ما تقدرش انت تحكم فيهم، و الا طراو اشنو غادي دير؟ في هذه الحاله ما غاديش دير لابيتود كامله، ولكن لابيتود غادي تصغرها. مثلا بلاصه ما انك لونغلي تدير ساعه، دير واحد 5 دقائق غير ماركي النهار ديالك بانك درتي هذيك لابيتود، وضروري ما خصك تاخذ الريورد، يعني توصل الوقيته اللي كدير فيها العاده غادي دير فيها العاده ولكن غادي ديرها صغيره. الا كنتي مثلا كتريني حصه فيها واحد ساعه ونص تقدر دير واحد 10 لي بوشابس، ولا تريني غير واحد 5 دقائق دغيا بالزربه. الا كنتي مثلا كتقرا مثلا 10 صفحات ولا 20 صفحه، قرا مثلا غير صفحه واحده. الا كنتي كتبريباري ساعه خذ غير 5 دقائق بريباري فيها دغيا بالزربه. المهم انه ما تزقل حتى شي نهار وتبقى دير العاده ديالك، حيت 5 دقائق راه ما مدي حتى شي حاجه في النهار ديالك كامل. وبيان سور هادشي كامل خاصك تبقى ديرو المده ديال 90 يوم، ويلا حبستي واحد النهار خاصك تعاود ا زيرو، حيت لابيتود خاصها تبقى تعاود كل نهار المده 90 يوم باش تولي اوتوماتيك.
دونك الا جيت تلخص هادشي كامل كاين ثلاثه ديال العوائق. كاين العائق الاول هو لا ريزيستانس اللي غتجيك من راسك وغتجيك من لونفيرونمون ديالك، وقلت بلي الحل ديالها هو خاصك تكون ديسيبليني في هذيك الايام الاولى. ثاني عائق وهو ديال الافكار المشوشه والاسئله وكيفاش غتعامل معها، خاصك تكون ديجا كتبتي الاسباب فواحد الورقه اللي غتبقى ترجع ليهم اشاك فوا باش انك تافونسي. وثالث حاجه هي ليزام بريفيو، كيف قلت غادي تشد لابيتود وغادي تصغرها، المهم انك مزكل حتى شي نهار. هادشي اللي كان في لا فيديو ديال اليوم، نتمنى انك تكون استفدتي منها. ترى لي فراسك، نشوفو ان شاء الله فيديو جديد.